dans leur cadre. La chapitre 3 de la miséria ديالنا كيمشي للفونكسيونمون. بلا الجماعة الترابية بالمصطلح الجديد على حسب الدستور فتح يوز 2011. هذا شرف كبير ليا كمنتخب ديال مدينة الدار البيضاء باش نشارك في هذا الموسم الدراسي الجامعي 2022 و2023. وهذا ديال هذه الدعوة ديال المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، الانفتاح ديالها اولا الانفتاح ديالها على المنتخبين المحليين وعلى البرلمانيين وعلى عدد من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. هذا شرف لنا، ساهمنا في هذا الدخول في موضوع دور الجماعات الترابية في التنمية، وهو موضوع مهم وأساسي لأن الجماعات الترابية سواء مجالس الجهات أو مجالس العمالات والأقاليم أو مجالس الجماعات كتلعب واحد الدور كبير في التنمية من خلال الاستثمارات ديال الجماعات في التنمية بجميع أشكالها. وبالنسبة لنا كجماعات ترابية، إذا كانت الجهة كتمثل الصدارة ديال الجماعات الترابية وتتعنى بالمشاريع المهيكلة وكتعنى بالتكوين وخاصة التكوين المهني وكذلك المناطق الصناعية وتأهيلها وكذلك الفك العزلة عن العمالات والأقاليم والجماعات المكونة للجهة، ولكن كذلك الصنف الثاني اللي هو مجالس العمالات والأقاليم كتهتم بكل ما هو اجتماعي فيما يخص الهشاشة ومحاربة الفقر وكذلك في المساهمة في قطاعات الصحة وفي التعليم وكذلك في التنمية البشرية. فإن الجماعات بصفة عامة تعتمد أو تختص بما كل ما هو قرب وكل ما هو عنده علاقة يومية مع المواطنين، مثلا النظافة فيما يخص الجانب البيئي، مثلا النقل، مثلا التجهيزات الأساسية ديال القرب، مثلا البنيات التحتية بالنسبة للصيانة وشق الطرق، كاين واحد العدد ديال حفظ الصحة، الشرطة الإدارية، السير والجولان، واحد المجموعة من الصلاحيات ومن الاختصاصات اللي عطاها المشرع للجماعات واللي كتقوم بها. بالنسبة لنا كمدينة ديال الدار البيضاء، مدينة الدار البيضاء، احنا جماعة مشمولة بنظام المقاطعات، معناه أنه عندنا مجلس مدينة و16 مقاطعة جماعية، وكل مقاطعة جماعية عندها منحة كتقدر ما بين 25 مليون ديال الدرهم و30 مليون ديال الدرهم، ما بين 2 مليار ونص و3 المليار ديال السنتيم. ولكن هذه بالنسبة للتنشيط المحلي وبالنسبة للتدبير المحلي. هاد الست سنين هذه، هاد خمس سنين اللي بقات، غادي حكمنا هذا البرنامج اللي فيه عدة أولويات، فيه عدة مشاريع، فيه عدة برامج. من خلال أولا المرحلة الأولى ديال هذا البرنامج عمل جماعي هو مرحلة ديال التشخيص ديال الدياغنوستيك. حنا قربنا نساليو هذه المرحلة هذه ديال التشخيص، والتشخيص اللي طرعت فيه المقاربة التشاركية، معناه أنه المجتمع المدني عن طريق لجنة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، عن طريق القطاع الخاص سي جي ام، عن طريق الفاعلين الاخرين العموميين اللي هما القطاعات الحكوميه. دونك درنا تشخيص، ودابا كنديروا التعبئه ديال الارصده الماليه باش هذا البرنامج عمل جماعي يتمول ويتفينونسا، وغادي نديروا فيه الاولويات، والاولويات اللي ولات على حساب النموذج التنموي الجديد. التعليم قضيه اساسيه، قضيه محوريه، قد يعطى سيدنا الله ينصر واحد العناية خاصة. وشتو كيفاش دابا حاليا واحد الإصلاح اللي كاين دابا، وحنا منخرطين فيه كمجلس عمالة ديال الدار البيضاء من خلال الاعتمادات المرصودة الأكاديمية الجوية ديال التربية والتكوين، لا فيما يخص التعليم الأولي، لا فيما يخص تأهيل المؤسسات التعليمية الحالية، لا فيما يخص بناء بعض المؤسسات الجديدة اللي كما قلتي. ولكن عندنا نسبة ديال الاكتضاد راه ما بقاش كما كانت، كيقراو 56 في القسم 60 قسم، دابا حاليا كاين 40. هو عندنا واحد البلون ديبلاسمون اربان، برنامج ديال
او تصميم ديال التنقلات الحضريه. هذا البرنامج اللي فيه منظومه كلها ديال النقل والتنقل داخل مدينه الدربيط، وبالفعل من اولى الاولويات هي هذه. دونك كاين مشكل حقيقي، وبادرنا الى استعمال اليات جديده، تقنيات جديده ديال النقل والتنقل، واللي على راسها الترامواي اللي هو كيدخل في اطار النقل المكتف. وكان استثمارات مهمه، وكان سيدنا الله ينصره هو اللي شرف شخصيا على هاد الوسيله ديال التنقل. حاليا كاين عندنا لا بريمير لين ولا دوزيام لين راه خدامين، دابا خدامه لا تروازيام لين ولا كاتريام اونكور دو رياليزاسيون في طور الانجاز، اللي غتمكننا كذلك من رفع عدد المستعملين ديال هاد الوسيله ديال التنقل، رغم ما سببته من مشاكل ديال السيركيلاسيون. هذه كنعرفوا وكنعتذروا بهذه المناسبه للساكنه البيضاويه، ولكن ان شاء الله الرحمن الرحيم غتحل مشكل. بالنسبه لين 3 ولا لين 4 امتى غيكونوا واجدين؟ غيكونوا واجدين في البريمير تريمستر ديال 2024. دونك الا كانوا لي دو باسواي عندنا واحد حافلات ذات الخدمه العاليه او ذات الجوده العاليه، غادي يكونوا في الثلاث شهور الاولى ديال 2023. السنه القادمه ما بقى لها والو، غنطلقوا البريميرين والتروزيمين ديال الباسواي، ولكن في 2024 تروازيام لين والكاتريام لين ديال الترامواي غيطلقوا ان شاء الله الرحمن الرحيم في 2024.